بعد ما اتعرفنا على الطريقة اللي بنقدر بيها نعين الخصائص الديناميكية للمنشآت عن طريق إننا إما بنعمل free undamped vibration analysis على برامج التحليل الإنشائي، فبنطلع منها بعض الخصائص الديناميكية للمنشآت، أو عن طريق إننا بنعمل free damped vibration test لمنشأ قائم أو لموديل مصغر موجود في معمل مثلا، فبنقدر نطلع من ده بعض الخصائص الديناميكية للمنشآت. دلوقتي احنا عايزين نعرف بعد ما عرفنا خصائص المنشآت عبارة عن ايه دلوقتي المنشأ نفسه ده لما يتعرض لهزة أرضية ازاي احنا بنقدر نعين الريسبونس بتاعه للهزة الأرضية دي. دلوقتي لو هنا عندي single degree of freedom system وتعرض لزلزال مثلا، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان المنشأ الاول بيحصل فيه حركة في الأرض تحت المنشأ نتيجة لطبيعة الزلزال نفسه. كنتيجة لكده المنشأ نفسه يبدأ يحصل فيه vibrations، فيبدأ يحصل relative displacement ما بين منسوب الماس فوق ومنسوب الفاونديشن تحت. طب لو احنا رجعنا للمعادلة العامة الحركة بتاعتنا، هنبص نلاقي فيها الـ right hand side عندي اللي هو P of T، احنا دلوقتي مش عارفين هو عبارة عن ايه، يعني في الاخر كده هي فين قوة الزلزال في الحالة دي. عشان نقدر نوصل لقوة الزلزال هي عبارة عن ايه، يبقى احنا لازم نرجع تاني نبص تاني للترمز دي ونبدأ نفكر فيهم واحد واحد، فبالتالي هنقدر نستنتج قوة الزلزال جاية عندنا منين. لو انا عندي single degree of freedom system defined by mass و stiffness و damping coefficient وعندي earthquake ground acceleration، الريكورد بتاعها معلوم بالنسبة لي بالشكل ده، وبالتالي نتيجة لتأثير الزلزال على المنشأ حصل عندي ground acceleration وحصل عندي relative acceleration، فبقى مجموعهم في النهاية هو total acceleration للstructure بتاعنا. لو احنا حبينا نفكر في الحالة ديت في القوة اللي هتكون موجودة في الستراكشر وقت تأثير الزلزال، أول حاجة هتخطر على بالك هي الانيرشيا فورس. الانيرشيا فورس اللي بتساوي الماس تايمز الاكسلريشن. أنا دلوقتي باشمهندس بقى عندي تو اكسلريشن موجودين، عندي الجراوند اكسلريشن وعندي الريلاتيف اكسلريشن. طب الانيرشيا فورس هي عبارة عن الماس تايمز مين فيهم؟ تايمز الجراوند اكسلريشن ولا الريلاتيف ولا التوتال اكسلريشن؟ علشان نوصل لإجابة السؤال ده لازم نفتكر أصلا هي الانيرشيا فورس كانت مفهومها إيه. الانيرشيا فورس يا باشمهندس كانت عبارة عن القوة اللي موجودة في الاستراكشر بتتولد جواه نتيجة حدوث اكسلريشن فيه. اي اكسلريشن بتحصل في السيستم بتاعك بينشأ قوة قصور ذاتي جوه السيستم عشان تقاوم الاكسلريشن دي، فبالتالي هتكون الانيرشيا فورس عندي هي عبارة عن الماس تايمز التوتال اكسلريشن. طب لو جينا فكرنا في الالاستيك فورس مثلا، الالاستيك فورس دي عباره عن الستيفنس تايمز ديسبيسمنت. طب هل هي برضو الستيفنس تايمز التوتال ديسبيسمنت؟ برضو نفكر، لما كنا بنتعامل مع منشآت عليها سوي كنا بنقول ان مفيش اي انترنال فورس هتتولد نتيجه السوي ده الا لو حصل عندي حركه نسبيه ما بين التو اندز بتوع الاستراكشر. بمعنى ان انا لو جيت بصيت او طبقت الكلام ده على الاستراكشر اللي قدامي هلاقي ان الحركه الاولانيه بتاعه الجراوند الاستراكشر عندي اتحرك لكن العناصر الانشائيه الرئيسيه اللي هي مين اللي متاثره بالسوي ما زالت مستقيمه، يعني ما زال ما فيش حركه نسبيه فيها، فبالتالي الجزء ده من الديسبيسمنت مش هيولد لي اي انترنال فورسز او اي الاستيك فورسز في العناصر الرئيسيه، بينما الحركه النسبيه ايوه هي دي اللي هتسبب لي الاستيك فورس. فبالتالي باشمهندس الاستيك فورس عندي ما بتساويش الا الكي تايمز الريلاتيف ديسبيسمنت، والجزئيه بتاعه الجراوند ديسبيسمنت عندي مش مؤثره نهائيا في الاستيك فورس. زي الالاستيك فورس بالظبط بيكون الدامبنج فورس عندنا هو كمان هيساوي الدامبنج كوفيشنت مضروب في الريلاتيف فيلوسيتي اوف تي. لو جينا حطينا الكلام ده وجمعناه على بعضه فهنلاقي ان المعادله بتاعتنا بقت بالشكل ده، الام يو دوت توتال بلس السي يو دوت ريلاتيف بلس الكي في اليو بتساوي صفر. لو انا شلت اليو دوت توتال وحطيت مكانها اليو دوت جراوند بلس اليو دوت ريلاتيف وقمت واخده الام يو دوت جراوند وديتها الناحيه الثانيه، المعادله بتاعتنا هنلاقيها بقت بالصوره دي. بص على المعادله هتلاقيها معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. الانون فيها عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن الريلاتيف ديسبيسمنت بتاع الماس بتاعتي. طب الطرف الايمن من المعادله دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن الماس بتاعه الاستراكشر بتاعك مضروبه في الريكورد بتاع الهزه الارضيه، كانك جبت الزلزال ضربته في الماس. طب احنا دلوقتي عارفين الماس قد ايه والزلزال بالنسبه لنا حمل معلوم القيمه، فبالتالي نقدر نعتبر
ان الطرف ده من المعادلة هو ده الديناميك لود المؤثر. المعادلة دي تحديدا هي اللي هتخليك تفهم انت ليه لما بتيجي تعبر عن زلزال بقوة مكافئة بتروح تحط القوة دي في السنتر وفي ماس تحديدا بتاع الاستراكشر بتاعك. طيب لما اتكلمنا عن الترانزينت لودز اللي كان من ضمنها احمال الزلازل، قلنا انها كانت لها صفتين، ان هي محددة كوقت، يعني احنا عارفين وقتها بدايته امتى ونهايته امتى، وفي نفس الوقت احنا عارفين قيمة الحمل عند كل لحظة من لحظات الزمن. فبالتالي ده حمل معلوم القيمة بالنسبة لي، واقدر ان انا ادخله في صورة تكست فايل مثلا لاحد برامج التحليل الانشائي، فالبرنامج يتعامل معاه ويطلع لي الريسبونس بتاع الاستراكشر. طيب البرامج التحليل الانشائي بتتعامل ازاي مع الترانزينت؟ الحقيقة ان الموضوع بيتم بالضبط في 3 خطوات. اول خطوة فيها اننا بناخد الكونتينوس ترانزينت لود ده ونحوله لمجموعة من الريكتانجلر امبلسز، كل واحدة فيهم لها ديوريشن صغير جدا احنا بنسميه دي تاو. برامج التحليل عندك بتسميها لك التايم ستيب. يعني ايه؟ يعني هو بياخد الزلزال او الديناميك لود او ترانزينت لود ويقسمه لامبلسز لمستطيلات، بربط المستطيلات جنب بعضها، كل مستطيل فيهم العرض بتاعه عبارة عن زمن صغير جدا اسمه دي تاو، الطول بتاعه او الارتفاع بتاعه عبارة عن قيمة الحمل في الوقت ده من تأثير اللود. يبقى انا عندي دلوقتي الحمل استبدلته بمجموعة امبلسز جنب بعضها، كل امبلس من دول هنعتبره لود بمفرده وناخده نأثر بيه على الاستراكشر ونشوف الريسبونس بتاع اللود بالامبلس ده لوحده، ونيجي نجمع الريسبونسز دي كلها على بعضها فتديني في النهاية الشكل الكومبليكيتد بتاع الريسبونس بتاع السيستم بتاعنا نتيجة اللود ده. الكلام ده عشان نوضحه اكتر، فده لو اعتبرنا ان ده مثلا ترانزينت لود على سبيل المثال، واحنا اخدنا امبلس واحده من اللي اتكلمنا عنهم، الزمن بتاعها او الديوريشن بتاعها هو دي تاو، والامبليتيود بتاعها او اقصى قيمه فيها عباره عن بي اوف تاو. دي بالنسبه لي لو انا فكرت فيها لوحدها كلود مؤثر على الاستراكشر، هتلاقي ان انت كانك بتخبط الاستراكشر بتاعك بخبطه، بتخبطه بخبطه، الخبطه دي قيمتها بي اوف تاو. الموضوع ده بالظبط شبه ايه يا باشمهندس؟ شبه الحكايه دي، لو انت فكرت في الموضوع هتلاقي ان انت بالظبط كانك خبطت المنشا بتاعك بلود مقداره بي تاو في زمن صغير جدا جدا مقداره دي تاو. طب انت فاكر احنا شفنا دي فين قبل كده؟ احنا شفناها لما كنا بنتكلم على الفري فايبريشن، وقلنا ان انا عشان اعمل فري فايبريشن للسيستم كان من ضمن الطرق اللي انا بعملها ان انا بعمل شورت امباكت لود في لحظه صغيره فيبدا يعمل لي فري فايبريشن في السيستم بتاعي. يبقى معنى الكلام ده ان تأثير الامبلس دي لوحدها على السيستم هيعمل لي ريسبونس شبه الريسبونس بتاع الفري فايبريشن بتاعنا، بس هل هو هيبقى فري اندامبت ولا فري دامبت؟ خلي بالك بقى يا باشمهندس وافتكر الكلمتين دول كويس جدا، من ساعة ما هتبدأ تشتغل في الديناميك لودز في الحالة دي انت ما تقدرش تهمل الدامبنج. الدامبنج عندنا بارامتر مؤثر جدا جدا واهماله مش هيديك نتائج مثلا قريبه من النتائج الحقيقيه زي ما كنا بنعمل واحنا بنجيب الخصائص الديناميكيه من الفري اندامبت فايبريشن. فبالتالي لازم طالما في دايناميك لود يبقى الدامبنج بارامتر داخل معانا، في الحاله دي الريسبونس بتاعنا اكيد هيبقى شبه الريسبونس بتاع الفري دامبت فايبريشن. طب الكلام ده لامبلس واحده، طب اللي بعدها هتديني ريسبونس تاني واللي بعدها هتديني ريسبونس تالت وهكذا، كل ريسبونس منهم هيبقى بادئ من الزمن بتاع الديتاو بتاع الامبلس دي، في النهايه تجميع كل ده على بعضه هيديني الريسبونس التوتال بتاع الاستراكشر بتاعنا. جميل كده. طيب احنا فاهمين كويس قوي ان التجميع كرياضة معناه انتجريشن، بالتالي المعبر عن الكلام ده كله كان اسمه دوغما الانتجريشن، اللي هو بيقول لي ان اليو اوف تي بتساوي 1 على اوميجا دامبت في تكامل 0 لحد تي اللي هو زمن التوتال الديناميك لود، بي اوف تاو اي باور ماينس زيتا اوميجا ان تي ماينس تاو ساين اوميجا دامبت في تي ماينس تاو دي تاو. تمام كده. الدومين انتجريشن ده هو ده اللي حل مشكلة التعامل مع الترانزينت لودز في البرامج، وهو اللي خلانا نقدر اننا نقدر نحدد الريسبونس بتاع استراكشر معين لديناميك لود معين. لو حضرتك انترستد انك تعرف الانتجريشن ده بالظبط تم استنتاجه ازاي والمعادله دي جايه منين، انا هحط لك تحت الفيديو ده لينك الفيديو تقدر تتفرج عليه بيشرح بالتفصيل الموضوع ده. طيب يبقى انا دلوقتي الخلاصه ان انا عندي سنجل ديجري اوف فريدم سيستم وجيت عرضته لديناميك لود، اديته هزه ارضيه.
وعرفت البرنامج ان احنا عايزين نحل المنشأ ده بالهزة الارضية دي بطريقة الدايركت انتجريشن. ما انت البرامج عندك بتخيرك ما بين اكتر من طريقة زي ما ان شاء الله هنعرف بعد كده. فاحنا هنشتغل بدايركت انتجريشن، هيقوم البرنامج يحل ويطلع لي ريسبونس بالشكل ده. الريسبونس طبعا متغير مع الزمن. لو انا خدت اي نقطة على الاستراكشر وليكن في منسوب الماس فوق وجيت حبيت ارسم جراف يديني التايم هيستوري بتاع الريسبونس بتاع النقطة دي، هبص الاقيه اداني جراف بالشكل ده. المحور الافقي عندي والتايم، والمحور الرأسي عندي هو قيمة الديسبليسمنت. هبص الاقي جنب الجراف الليجند اللي انا لو خدتها وكبرتها هلاقيها مدياني كنتين مهمين جدا، المينيمم والماكسيمم فاليو للديسبليسمنت. طبعا المينيمم والماكسيمم من وجهة نظر البرنامج اللي بيحل لك مقصود بيها الاشارات، يعني المينيمم هو الاشارة النيجاتيف والماكسيمم هو الاشارة البوزيتيف. بس احنا بالنسبه لنا الماكسيمم فاليو اللي عندنا هي القيمه الابسوليوت من الاثنين، القيمه الكبيره الابسوليوت من القيمتين دول. طيب احنا دلوقتي كناس بقى ديزاينرز وعاوزين نصمم المنشأ ده علشان يقدر يقاوم الزلزال ده، هل احنا يعنينا قيمه الديسبليسمنت اللي يحصل في السيستم بتاعي عنده كل لحظة من لحظات زي عند كل ستيب من الستيبس بتاعت التايم؟ اكيد انا ما يهمنيش في التصميم غير اكبر قيمة اللي انا لو خدتها وصممت المنشأ عليها خلاص هبقى متأكدة ان هو سيف على بقية الزلزال بالكامل، لان اي ديسبليسمنت يحصل فيه غير ده هيبقى اقل من اللي انا صممت عليه. من هنا جت فكرة الريسبونس سبيكترم كيرفز اللي كل الكودز بتاعت التصميم معتمداها حاليا دلوقتي وبتشتغل بيها. الريسبونس سبيكترم كيرف بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت عشان تصمم انت انترستد بالماكسيمم ريلاتيف ديسبليسمنت بس، تمام كده؟ طيب الماكسيمم ريلاتيف ديسبليسمنت عندنا احنا بنسميها السبيكترال ديسبليسمنت اللي هي بالنسبه لنا في الحاله بتاعتنا هي الرقم ده. هاخد الكلام ده واقدر استنتج منه فكره الريسبونس سبيكترم كيرف واشوف ازاي اعمل كونستراكشن للريسبونس سبيكترم كيرف. الالاستيك ايرثكويك ريسبونس سبيكترم كيرف بيديني بلوت بيربط لي ما بين الماكسيمم ديسبليسمنت كفانكشن في الخصائص الديناميكيه للمنشأ اللي ممكن تكون الناتشرال بيريود، ممكن تكون الناتشرال فريكونسي او الاوميجا بتاعه المنشآت. الكلام ده عشان اعمله بيتم ازاي؟ انا عندي دلوقتي لود معين دايناميك لود وليكن هزه ارضيه اثرت بيها على منشأ عارفه عنه الزيتا وعارفه عنه الناتشرال بيريود بتاعه، حليت على البرنامج في البرنامج الثاني الريسبونس بتاعي طلع بالشكل ده. اكبر قيمه في الريسبونس عندنا اسمها السبيكترال ديسبليسمنت. طيب انا ازاي بشويه المعلومات دي لو خدتها اقدر انشئ ريسبونس سبيكترم كيرف؟ الموضوع باشمهندس بيتم كالتالي. انا باجي اجيب منشأ وليكن قدام من جريشو فيه كانت 5% الناتشرال بيريود بتاعته 0.1 وبعدين احله اعرضه لهزة ارضية معينة فاطلع اقصى ديسبليسمنت عندي وابدا اكون كيرف. الكيرف ده محوره الافقي عندي اسمه الناتشرال بيريود. خلي بالك المحور الافقي الناتشرال بيريود مش تايم غير ده، ده التايم ده بالسكند، ده التايم متغير، انما دي الناتشرال بيريود يعني خاصيه من خصائص المنشأ. المحور الرأسي هو السبيكترال ديسبليسمنت. احنا دلوقتي باشمهندس عندنا نقطه بحل المنشأ ده بقى عندنا نقطه على الكيرف ده. النقطه دي معناها ايه؟ بتقول لي ان لو الناتشرال بيريود عندي كانت بتساوي 0.1 اقصى ديسبليسمنت عندي هتساوي 0.0014 متر اللي هي النقطه دي على الكيرف بتاعي. طب لو انا جبت منشأ تاني له نفس قيمه الزيتا ولكن الناتشرال بيريود بتاعته ب 0.2 مثلا وعرضته لنفس الهزه الارضيه فطلع لي اقصى ديسبليسمنت فيه طالع 9000 متر. ففي الحاله دي انا كده جبت نقطه تانية على الكيرف بتاعي. بتقول لي لو كانت التي ان 0.2 اقصى ديسبليسمنت هيطلع عندك هيساوي 0.009 متر. ايه اللي احنا بنعمله هنا باشمهندس؟ عشان تنشئ ريسبونس سبيكترم كيرف انت محتاج يكون عندك مجموعه من السنجل ديجري اوف فريدم سيستمز. ولو سمحت افتكر الكلمه دي كويس جدا جدا واوعى تنساها ابدا، الريسبونس سبيكترم كيرفز منشاه للسنجل ديجري اوف فريدم سيستمز حتى لو انت بعد كده هتستخدمها لحل مالتي ديجري اوف فريدم سيستمز، تمام كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي ريسبونس مجموعه من السنجل ديجري اوف فريدم سيستمز كلهم مع بعضهم متفقين في حاجتين. اول حاجه كلهم لهم نفس الدامج ريشيو، يعني جميعهم عندهم نفس ليفل الدامبنج. والتاني حاجه ان هم كلهم معرضين لنفس الديناميك لود، يبقى نفس الهزه الارضيه اللي انا هستخدمها تستخدم لجميع المنشات دي، لكنهم بيختلفوا عن بعضهم في خصائصهم الديناميكيه. واحد فيهم ممكن تكون الناتشرال بيريود بتاعته 0.2، واحد الناتشرال بيريود بتاعته 0.6، واحد الناتشرال بيريود بتاعته 1.4. المهم ان هم مختلفين في الخصائص الديناميكيه
بتاعتهم، وباجي اعرضهم او احلهم كلهم تحت تأثير نفس اللود الديناميكي، واطلع لكل واحد فيهم الماكسيمم ريسبونس بتاعه، وارجع اوقع من خلاله نقطة على الريسبونس سبيكتروم كيرف بتاعي. فانا لو جبت منشأ تالت الناتشورال بيريد بتاعته 0.3 هيديني نقطة تالتة على المنحنى، منشأ رابع الناتشورال بيريد بتاعته 0.4 هيديني نقطة رابعة على المنحنى، وهكذا لحد ما اكون منحنى كامل اسمه الالاستيك ديسبليسمنت ريسبونس سبيكتروم كيرف. المنحنى اللي قدامي ده لو انا حبيت اوصفه دلوقتي هقول عليه ايه؟ هقول ان هو عبارة عن الريسبونس سبيكتروم كيرف للهزة الارضية الفلانية، اللي هو اللود الديناميك اللي انا خدته وأثرت بيه على جميع المنشآت. لازم اقول كمان ان الدامج ريشيو بتاعي بيساوي كذا. خلي بالك ان اي منحنى ريسبونس سبيكتروم هتقابله في حياتك هيكون معمول لليفل معين من الدامج. طب معنى الكلام ده ان انا لو جبت نفس الخطوات اللي فاتت دي ورجعت عدتها تاني لكذا مجموعه من السيستمز بس عند ليفلز مختلفه من الدامبنج، تفتكر يا باشمهندس ان السيستمز اللي الدامبنج بتاعها اقل من ده هيبقى المكان بتاعها في الكيرف او الكيرف بتاعها اعلى من ده ولا اقل منه؟ اكيد هتبقى الكيرف بتاعها اعلى، لان الدامبنج عندي كل ما زاد كل ما الريسبونس قل، وكل ما الدامبنج قل كل ما الريسبونس بيزيد. فبالتالي يبقى انا لو عندي الكيرف ده انشاته لمجموعه من المنشآت بليفلز مختلفه من الدامبنج هيديني حاجه بالشكل ده. واضح جدا ان اعلى كيرف فيهم هو اللي كان الدامبنج فيه بزيرو في المية، واقل كيرف فيهم هو اللي الدامبنج فيه كان اعلى قيمه اللي هي 10%. يبقى معنى الكلام ده ايه يا باشمهندس؟ او الكيرف ده هيفيدني في ايه؟ ان انا دلوقتي لو عندي اي منشا انا عارفاه المنشا ده محتاجين ان احنا عشان يقاوم الهزه الارضيه دي، تمام كده؟ واحنا عارفين المنشأ بتاعنا الناتشورال بيريد بتاعته مثلا ب 0.5، هاجي على المنحنى ده واخش عليه على طول عند ال 0.5 اشوف هو الناتشورال المنشأ بتاعي كانت الدامبنج ريشيو بتاعته بكام؟ وليكن مثلا كانت ب 5%، يبقى هروح على الكيرف اللي هو لو موف ده اللي هو عنده دامبنج ريشيو ب 5% واشوف لما كانت ال تي 0.5 عند دامبنج 5% اقصى ديسبليسمنت هيحصل في الاستراكشر قد ايه؟ يبقى انا كده طلعت اقصى ديسبليسمنت حصل في المنشأ بتاعي من منحنى ريسبونس سبيكتروم من غير ما اضطر ان انا اعمل دايناميك اناليسيس ولا احط المنشأ على برنامج تحليل انشائي من اساسه. الحقيقه ان فكره الريسبونس سبيكتروم كيرفز دي فعلا وفرت على المهندسين كتير جدا، وكانت مفيده جدا جدا في مجال الديزاين، وعشان كده كل الكودز بتاعه الديزاين شغاله بفكره الريسبونس سبيكتروم كيرفز. طيب يبقى احنا دلوقتي ما ننساش ان الريسبونس سبيكتروم كيرف اللي احنا شرحناه دلوقتي كان بيخص هزه ارضيه معينه. طب ما لو احنا دلوقتي اتكلمنا على كودز، هل منطقي ان الكودز تصمم تديك كل المنشآت بتاعتك انك انت تصممها على نفس الزلزال؟ اكيد لا، اكيد الكودز لازم تقدم حاجه مور جنرال علشان تناسب جميع المنشآت اللي ممكن تصمم بالكود ده. وزي ما هنوضح بعد كده ان شاء الله الكودز ريسبونس سبيكتروم بتاعتها بتختلف يعني عن الريسبونس سبيكتروم بتاعت هزه ارضيه معينه. لو احنا جينا طبقنا الكلام ده على مثال سبق حليناه اللي هو اكزامبل 2 اللي حليناه في المحاضره رقم 6، المثال بيقول لك الاستراكشر اللي اتحل في اكزامبل رقم 2 احنا عاوزين نعرضه لهزه ارضيه معرفه بالريسبونس سبيكتروم كيرف اللي قدامك ده، وعاوزين نعرف لو المنشا ده اتعرض للهزه الارضيه دي ايه اقصى ديفورميشنز هتحصل فيه، ايه شكل البيندنج مومنت جرام بتاعه، وايه اقصى التنشن فورس هتتولد في التاي، والايكويفالنت ايرثكويك فورس عندي هتساوي كام. اول حاجه باشمهندس تبص لها المنشا بتاعك اهو. المنشا بتاعنا كنا حليناه قبل كده كانت الناتشورال بيرد بتاعته طلعت 0.35 سكندز، والناتشورال فريكوانسي بتاعته طلعت 2.9 هرتز. طيب لو انا خدت المنشا ده وبعدين بصيت على الريسبونس سبيكتروم كيرف اللي جيفن ليا، لازم تبص اول حاجه في الكيرف بتاعك المحاور بتاعتك ايه، يعني انت عاوز تخش على الكيرف ده بانهي داتا وهتطلع منه بانهي داتا. خلي بالك يا باشمهندس ان المحور الافقي بتاعك وارد ان هو يكون ناتشورال بيريود او ناتشورال فريكوانسي او اوميجا، وان المحور الراسي عندك وارد او ان هو يديك ديسبليسمنت او فيلوسيتي او اكسلريشن، تمام؟ ففي الحاله دي انا بصيت لقيت ان الناتشورال بيريود عندي هي المحور الافقي، يبقى احنا محتاجين من المنحنى بتاعنا ايه؟ محتاجين منه الناتشورال بيريود بتاعته اللي هي كانت 35%. طب انا لو دخلت بالقيمه دي هطلع ايه من المنحنى ده؟ هطلع اقصى ديسبليسمنت هيحصل فيه، هو المنحنى بتاعي شكله عامل كده. طب ال 35% دي وقع كده في ايه؟ في الحته الاولانيه دي، فاحنا هناخد الحته دي لوحدها كده وايه وهنكبرها. لما كانت الناتشورال بيريود ب 35% اقصى ديسبليسمنت هيحصل في الاستراكشر عندي
طلع تقريبا 2.4 سنتيمتر. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الدلتا ماكسيمم او الماكسيمم ديسبيسمنت في الاستراكشر بتاعنا حوالي 2.4 سنتيمتر. طب هل انا من المعلومه دي كده جبت قيمه ديفورميشن الماكسيمم في الاستراكشر كلها ولا ناقص حاجه ما جبتهاش؟ لو تفتكر المنشا بتاعنا واحنا بنحله كان بالاضافه لان حصل فيه دلتا كان حصل فيه كمان سيتا. طب احنا دلوقتي عرفنا الدلتا ماكسيمم، ازاي انا اقدر اعرف السيتا ماكسيمم اللي حصلت فيه؟ فاكر لما كان عندنا معادلتين الالتزام بتوعنا وكنا بناخد المعادله الاولانيه نجيب منها السيتا كفانكشن في الدلتا ونعوض بيها في المعادله الثانيه. في المساله دي يا باشمهندس السيتا لو انت رجعت المساله هتلاقي ان السيتا كانت بتساوي دلتا على 24. يبقى اكيد يا باشمهندس لو الدلتا ماكسيمم عندي سوى 0.024 متر اكيد السيتا ماكسيمم هتساوي 0.024 ديفايدد 24 اللي هتطلع عندي 1/1000 ريديان. تمام كده؟ يبقى احنا كده قدرنا نحدد اقصى ديفورميشنز حصلت في الاستراكشر بتاعنا عباره عن ايه. طب ايه المطلوب التاني؟ احنا عايزين نعرف المومنت البيندنج مومنت دياجرام بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. طب احنا عندنا معادلات العزوم اللي احنا استخدمناها كمعادلات سلوب ديفليكشن قبل كده. المعادلات بتاعتنا دي الديفورميشنز اللي كانت فيها قبل كده كانت مجهوله، بس دلوقتي ديفورميشنز بالنسبه لي بقت معلومه. اقدر اعوض بقيم الديفورميشنز بتاعتي فهطلع ال MA1 هيبص لاخر اخر بنيجاتيف 8. نيجاتيف 8 يعني مومنت بيلف عكس عقارب الساعه يعني شكله بالطريقه دي. طب M21 هو فانكشن في السيتا اللي احنا خلاص بقينا عارفينها اللي هي لو عوضنا بيها في الايكويشن هتديني مومنت مقداره 13.3 بالموجب، يعني مومنت بيلف مع عقارب الساعه. طب الام عند 2b، الام 2b مش مهندس من غير حسابات ومن غير ما افكر لازم تطلع لي كام؟ لازم تطلع لي سالب 13.3. ليه؟ ما هي دي معادله الالتزام بتاعتك الاولانيه. سمشن المومنت عند نقطه 2 بتساوي صفر، يعني خدنا ام 21 بلس ام 2b وسويناها بالصفر. فبالتالي لو ام 21 طلعت بموجب 13.3 لازم ام 2b تطلع بسالب 13.3، يعني مومنت بيلف عكس عقارب الساعه بالشكل ده. الام بي 2 برضو لو عوضنا هتطلع قيمته بسالب 14.7، يعني مومنت بيلف برضو في عكس عقارب الساعه. يبقى انا دلوقتي لو رسمت البيندنج مومنت دياجرام عندي هبص الاقي ان ده قيمه المومنت اللي انا لو صممت المنشا ان هو يقاومه بقى كده خلاص المنشأ ده مقاوم تماما للزلزال اللي جيفن ليا الريسبونس سبيكترم كيرف بتاعه. تمام كده؟ طيب لو احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف التنشن فورس في الطاقه، طب التنشن فورس في الطاقه بتساوي كام؟ كانت بتساوي اي اي اوفر ال في دلتا كوزين الفا. كل المعلومات دي عندي بقت معلومه دلوقتي، لو عوضت بالقيم بتاعتي هيطلع لي مقدار التنشن في الطاي 18.5 طن تقريبا. اخر حاجه الايكوفالنت ايرث كويك فورس عندي عباره عن ايه؟ الايكوفالنت ايرث كويك فورس عباره عن البي بتساوي الكي في الدلتا. في البي هنا احنا الكي عندنا احنا حسبناها والدلتا خلاص طلعناها، فبقت الايكوفالنت ايرث كويك فورس عندي بتساوي 21.4 طن. واضح كده يا باشمهندس ان انا بستخدم الريسبونس سبيكترم كيرف لوحده قدرت اطلع اي اوتبوت انا عايزاه من الاستراكشر. انت تقدر كمان تطلع الرياكشنز بتاعتك، تقدر ترسم شير فورس دياجرام لو حابب. فبالتالي انت فعلا باستخدام الريسبونس سبيكترم كيرف انت مش محتاج تعمل دايناميك اناليسيس للمنشأ بتاعك.